بيقول لي عاكي مفك صليبه. بصي في التلفزيون بتاعك بدل ما طلعت بره. بصي وانت يا استاذ هتلبسلك التلفزيون في البلطو بتاعك. في فني من غير عده، في جندي من غير سلاح. هسه سمحت اسف ايه وبتاع ايه؟ لازم العده. قال له يبص في الجهاز بتاعه. قال له معايا طقم مفكات تايواني عليه مشترك هديه 50 جنيه. ماشي شاريه من عند مشمش اللي فرش بره. ده انا اللي باعهم له. بكام؟ 25 جنيه. تشيل 15. اخر يعني كف كده في اللجنه دي وممكن اسيبها لك واخلع. اقعد اقعد اربيك كف. اقعد رموزه رموزه. كلمت لي بابي؟ كلمته. طبعا اعتبر نفسك اشتغلت وبتقبض كمان. انا يشرفني ان اشتغل عند اكبر مستورد اجهزه كهربائيه في البلد، وعلى فكره هيستفيد بخبرتي كتير جدا. طبعا طبعا انا اللي عايز استفيد منك يا باشا. كلمه بعد اذنك، دلوقتي انا مش فاهم حاجه في الليله السودا دي. جايب لي تلفزيون ابيض واسود، الونه ازاي؟ الونه ازاي يا باشا؟ خلاص خلاص. خد المقاومه دي حطها في تلفزيونك، هيشتغل على طول، مش هيقدر يقاومك. البساطه دي سلمني على بابي. ماشي يا عم، امال اللي ليه ظهر ما يضربش على شاشته. بس يا ولد خليك في حالك. ليلى يا لولا، ليه المعامله دي؟ ده انا بحبك. بتقول ايه؟ لا مفيش وقت للاستغراب. بحبك. انا مش مصدقه نفسي. انت مصدقه نفسك على مهلك في البيت. المهم اديني مفك صليب لحسن، فيه مسمار طول كده الوز مش عارفه افكه. حصل قول كده مفيش مفكات. هتندمي. هتعمل ايه يعني؟ هعمل ايه يعني؟ صحيح هعمل ايه؟ متقلقش، ده ماس صغير كده واحنا في الامتحان. مين الافندي ده؟ ده زميلي يا بابا كان بيوصلني. ليه؟ العربية جابها لها حاجة؟ عطلانة قدام المعهد. ما انا قلت لك 100 مرة ما تركبيش العربية دي، ما تعملوش قيمتها. يلا اتفضلي اتفضلي من قدامي. أي خدمة تاني يا عمي؟ أنا عايز منك خدمة. أنا الاثنين يا عمي. مش عايز أشوف وشك تاني، مفهوم؟ الله الله. مش عايزك توصلها تاني، مفهوم؟ إحنا ناس محترمين. ما أنا قلت لها انزلي على أول الشارع، هي اللي ما رضيتش. ما تبقاش تسمع كلام. يلا يا أخويا يلا يلا مع السلامة. عليا. تكرم يا عمي تكرم عشان خاطر بنتك. ماشي. شكرا شكرا يا ابن الأصول. مع السلامة. طب عشان الموتوسيكل بس شوية كده. اتفضل اتفضل. ازاي؟ خد دي الاوردرات بتاعت النهارده، خلصت شغلي كله. عايز مني حاجه؟ سلام عليكم. استنى، باشمهندس سام اتصل وزمانه جاي وقال انه عاوزك. عطلني يا عم ابراهيم. يا عم ابراهيم ابوس ايدك، انا فاضي ما عنديش حاجه، ما تعطلنيش اكتر من كده. انا عارف المهندس سام عايز مني ايه. عايز نروح صيانه المركز الثقافي والسفارتين، لما يجي قول له ميدو راح. سلام بقى حامد، ما تودينيش في داهيه يا حبيبي. حامد ميدو ميدو
حامد ده ما حدش يعرفه غيرك انت هنا في الشغل وابويا في البيت. وبعدين يا عم ابراهيم قلت لك 100 مره ما تقوليش حامد كده قدام الناس. ناس مين؟ هو ده يا ولاد. اوكي. الو ايه وائل؟ لا يا حبيبي مش هقدر اشوفك النهارده مشغوله. ايه يا حبيبي؟ بقول لك مشغوله. يلا باي. حسبي الله ونعم الوكيل. كده جمالات مش عايزه نفس. قومي افتحي الباب. حاضر. يلا بسرعه. بسم الله الرحمن الرحيم. اوصل لابشتغل جيمس. بسم الله الرحمن الرحيم. استاذ ميدو. استاذ ميدو تنادي علي انا استاذ ميدو؟ انا ميدو وزفت. مين يا جمالات؟ ده الاستاذ ميدو صاحب استاذ رمزي. خليه يتفضل. اتفضل. اتفضل. فين حضرتك؟ اتفضل جوه. لا معلش معلش عشان خاطري. يا رب ربنا يغفر لك كل ذنوبك. سيبيني اجري. ما تتفضل يا استاذ ميدو. طب اتفضلي حضرتك الاول. اتفضلي. اتفضل ما تخافش. حاضر حاضر حاضر. اتفضل. رمزي يا رمزي يا رمزي رمزي. هدى هدى انت كويسه؟ ايه ده؟ يا ساتر يا رب. بلغت البوليس ولا لسه؟ ايه في بوليس ايه وبتاع ايه ده؟ بس انا برسم. ترسمي يا شيخ؟ حرام عليكي، ده انتوا وقعتوا قلبي. جمالات احترمي نفسك وانت بتموتي. حاضر يا ست هدى. هيبقى عمل عظيم ان شاء الله. ايوه. دي لوحه صح؟ لا ده غلاف كتاب. غلاف كتاب؟ كل ده غلاف؟ ده على كده كتاب كبير قوي. الموت الاخير موجود في السوق، قريته؟ لا الحقيقه انا قريت كتاب الموت اللي قبل الاخير على طول. وهو كتاب برمي كده في السوق عريان من غير غلاف ولا ايه؟ اصل الغلاف مش عاجبني، قلت الم كل الكتب اللي في السوق واغير غلافها. هدى ما تسيبك بقى من بيت الرعب اللي انت عايشه فيه ده. انا عايز اقولك ان انا جايب لك هديه صغيره كده. مش معقول، بس انا عيد ميلادي بعد بكره. ما انا عارف ان عيد ميلادك بعد بكره. ما هو رمزي عزمني على عيد ميلادك. دي هديه ملهاش دعوه بهديه عيد ميلادك. ده اخر فيلم نزل للمطرب فان دام. زي ما انت ولا حركه. البت دي هتموت محروقه رسمي. ولا حركه يا رمزي. رمزي ما تسيبوش. ده ما تسيبوش. ما تسيبوش. فين الباك؟ فين الباك؟ خبر السوق عميقه. حاله الدم اللي احنا فيها دي بس يا رب. ايه ده التعبيط ولا ايه؟ بتعمل ايه؟ في راجل مرعب قاعد مع هدى تحت وانت قاعد تتفرج على الماتش. طب وايه المشكله يا عم؟ ما يقعدوا مع بعض. افتح التلفزيون ابوس ايدك. يا بني ادم ازاي تسيب الراجل ده مع اختك لوحدهم؟ يا عم مش لوحديهم، جمالات قاعده في وسطيهم. جمالات مقتوله مش داريانه بالدنيا. وبعدين الشيطان شاطر. احنا عيله قلبت الادب يا عم. هات ريموت كنترول. هات ريموت كنترول يا اخي. ده انت قاتم. خد يا اخي. انت حاسس انك بتلعب في الماتش. شادي مش هتطلع يا شادي. مش هتطلع. مش هتطلع. اوبا ايه ده؟ لا بقول لك ايه، ما انا مش هعرف انام في الرعب ده. وبعدين انا ما بحبش الكوره. ثالث اعمل لك ايه؟ ما تسد ودانك يا اخي. اسد وداني كده رمزي؟ واضح انك هتذلني يعني عشان حبات عندك. ايه يا عم انت هتعيط ولا ايه؟ انا هسيب لك الاوضه واروح اتفرج في اوضه ثانيه. وبعدين كرة ميتة خلاص. ميتة سيب. وده بحتة ميتة يا حضري. ده بحتة ميتة. طب سنتر بقى سنتر. بعدين بقى في حرقة الدم دي. ها اهو 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 حضري. يا كي اموار حلوة. جول.
قوي. فين الباك بقى؟ ليلى اسمعيني كويس، احنا لازم نسيب بعض. تشربي ايه الاول؟ تشربي ايه الاول؟ هو في شرب بعد اللي انت بتقوله؟ انت لازم تعرفي حاجه مهمه، الموضوع ببساطه ان انا يا ستي زي ما تقولي كده بتحب هدى، مش كده؟ لا الموضوع مش بالشكل ده، يعني انا منبهر بيها بس. بقول لك ايه، انا عصبي تعبانه، اتفضل اطلب لي نص فرخ. حاضر. متر تعالى اسمع. امر يا فندم. هتلاقي نص فرخه وهات لي انا ربع بمبار وقرنين فلفل. وقرنين فلفل حرقين جامد. طب طعم صحتك. ها قولي لي، هتطلعي معانا الرحله بقى ولا لا؟ مش طالعه. ده انا اللي مطلع الرحله. عايز اطلع معاك رحله وانت بتحب الست هدى. يا حبيبتي افهميني، انا معجب بيها بس لسه مرحله الحب دي بعدين. انت عايز تجنني؟ انت عايز مني ايه بالظبط؟ انا عايز اشتراك الرحله. انا همشي على مسار عتيق. يا ليلى طب المنبار. يا ليلى خد هقول لك. ليلى خد هقول لك حاجه. يا ليلى ده مش اول جهاز ميدو يفجره لنا. طبيعي طبيعي. بكام التلفزيون ده؟ ده ب 750 جنيه. ليه؟ كام بوصة؟ كان 14 بوصة. 750 على كان 14 بوصة؟ تبقى البوصة واقفة. لا أسعاركوا غالية قوي. دي أسعار حكومية وعليها ضريبة مبيعات. ليه يا ميدو؟ ليه البهدلة دي يا ميدو؟ هتدفع ولا احبسهولك وتروح تزور انت ولادك في ابو زعبل؟ طب بقول لك ايه، انا عندي ثلاجه 14 قدم استعمال حريمي، ما تاخد لك 10 قدم وسيب لي 4 نشرب منهم انا والعيال. وانا بجهز عروسه يا جدعان. على انت عصبي ليه يا استاذ؟ الكلام اخد وعطى. اتفضل. ايه ده 50 جنيه. اتفضل. ايه ده طلب بتقسيط بقيه المبلغ. امال انا ميدو. اديني اماره. اماره ازاي يعني؟ وريني بطاقتك. بطاقتي ايه؟ انت شايفاني علشان تشوفي بطاقتي؟ ما هو حضرتك اللي هتقراها لي. ابوكي جوه؟ لا بابا مش هنا. والله هتلاقيه هنا وانت مش شايفاه. بس في واحد عريس قاعد جوه. وازاي تدخليه ومفيش حد في البيت؟ طب ما هو ابوكي اخويا اللي اداله الميعاد وبعدين هو مش موجود. ليه راح فين ابوكي؟ تقريبا كده طلبوه في المعهد عندك. طلبوه في المعهد؟ يا نهار اسود يا منيل. طب كان في نظاره بتاعتي هنا. دور عليها. نظاره الاستنى الثانيه. هي هي خلاص 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 لقيتها لقيتها. طيب روحي انت اعملي لنا شاي وانا هخش له. من عيني. ايوه كده. لا 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 مستحيل. الصوت الصوت ده مستحيل مستحيل. معلش اصل المفصلات بتاعت الباب تلاقيها متنشنه شويه. انا عارف. لا 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 ارجوك ارجوك ارجوك. معلش معلش انا اسف. اصل البيبان انت عارف البيبان القديمه بتاعت زمان كانت يعني عتاقي شويه والباب ضرفتين زي ما انت شايف والضرفتين بيبصوا على الصاله. ايه الوقعه السودا دي؟ اهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا. الشاي يا ناهش. ليه 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 بتعلي صوتك ليه ليه كده ليه؟ ايوه ما هو حضرتك اصله ناهد مش جنبي، لازم يعني اعلي صوتي عشان تسمعني. ما تتصورش انا اعصابي تعبانه قد ايه. طيب يعني تحب حضرتك اهدي لك النور شويه او اطلب لك دكتور او حاجه؟ انا بخاف من الضلمه. انا اعصابي تعبت عشان عملت 8 عمليات زرع عصب في نافوخه. الله يكون في عون حضرتك، يعني انا اسف معلش. طيب طلبات حضرتك ايه؟ لا 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 اهدى 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 مفيش حاجه. ده الشاي. اهدى بس اهدى. عندي اعصاب. ميرسي يا ناهد. ها كنا ايه يا ناهد؟ لا انت هتقعدي ولا ايه؟ عيب. روحي اوضتك. بصوا كلام. لا لا معلش 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 معلش. ها يا سيدي حضرتك اخو ناهد؟ ايوه انا اخوها. طلبات حضرتك ايه بقى؟ انا ماليش طلبات، انا فنان مبدع.
ممثل يعني؟ لا نقاش، وعندي عدتي وفرشتي ورولتي. نقاش؟ طب يا ريت بقى نتكلم شويه على الامكانيات، يعني الشقه والعفش والمهر والحاجات دي. لا حضرتك ما عنديش الامكانيات دي، ما عنديش فلوس، ما عنديش الحاجات دي. امال حضرتك بقى جاي تتجوز برولتك ولا ايه؟ والله يا حضرتك موافق خير وبركه، كسبت فنان مبدع. رافض؟ ما تفرقش معايا، مش اول مره ترفض. يا سلام. بجد؟ رد 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 حاضر بسرعه. رد رد. الو يا عزوز. رابط ما بالرابط. انا في البيت. لا معلش، اصل عندنا عريس اعصابه تعبانه شويه. وطي صوتك ابوس رجلك. اوكي اوكي. انت ليك عين تيجي هنا بعد ما بوصل العربية وفجرت التلفزيون؟ اسف يا بابا ما كانش قصدي. اسف يا قليل الادب يا كلب يا حيوان. وطي صوتك وطي صوتك. انت مالك انت؟ مين ده؟ اكيد صاحبك وفزان زيك. لا يا بابا ده واحد ملمس خالص. ملمس يعني ايه؟ فظيع فظيع. احترم نفسك بدل ما مدي ايدي عليك. ده اعصابه تعبانه قوي. اعصابه تعبانه على روحه يا بابا. مش عليا انا. ده عريس ناهد اللي انت مديله ميعاد النهارده. انت مش موافق؟ اطلع بره بره برا. انت موطي صوتك. برا فظيع. استغفر ليه كده؟ ليه كده؟ ليه انت بتقعد حاطط رجلي على رجلي قدامي؟ يا بابا انا فاكر خرجت. خرجت بتطردني من بيتي يا ولد. لا يا بابا انا ما قلتش كده. اسف اسف. انت بتوقعني في صدري. ما هو اهو اسف. دماغك ايه يا بابا؟ مش تضربني بالدماغ ده. انا هقطع. لا لا بقى وطي صوتك بقى. ارجوك وطي صوتك. انا هوري. خد خد اقطع مين دلوقتي؟ يما كفايه اكل خضره بقى. مش الدكتور قال لك خف منها؟ يا اخويا ده عيالك سودا يا اختي. قبيله غلط يا اختي. يا بطه يا اختي. بقول لك ايه يا عزوز؟ ايه؟ شفت لك منام اسمه زي وشك. انت هتتجوز يا واد؟ انا هتجوز ياما. وهتبقى مين العروسه بقى؟ ايه رايك في نعد اختي ميدو؟ بس انا خاف اتقدم لها ويرفضوني واخسر ميدو صاحبي. ليه؟ ما انت معاك دبلومه قد الدنيا. ايوه بس ابوها طالع فيها حبتين. شوف لي انا الموضوع ده. المهم انت موافق عليها؟ طبعا موافق ياما. نهد بنت ناس وطيبه ومتربيه، وموضوع النظارات والنظر ده مقدور عليه. بس انا سامع ان جالها عريس ورفضوه. بس ياما الجواز محتاج فلوس كتير ومصاريف، وانا مش ناقص حرق الدم. مالكش دعوه، ربنا يسهل. يعني هتساعديني ياما؟ منين يا حسره ياما؟ ما المكافاه بتاعت ابويا الله يرحمه موجوده كلها، وما صرفتيش منها حاجه. عشان الاخضر زرخصتي ده انا معايا منهم مليم احمر. طب ما تدعيش على نفسك لربنا يستجيب منك وتخضر مني بجد وما اعرفش اتصرف فيكي. ما تفك كيسك وطلع تحت البلاطه. ايوه ياما بس محتاج له مساعدتك برضه. خلاص لما يوافقوا الاول. يا رب ياما يرزقك بفدانين خاص تجري فيهم وتاكلي لحد ما تشبعي. يا قادر يا كريم يا رب. اتكلم يا واد. بتتكلم انت يا ماما. ما تتكلم يا بابا. اتكلم اقول ايه؟ انا فاهم حاجه؟ في امانه عندكم وجايين ناخدها. امانه ايه؟ انت عملت ايه يا واد تاني؟ والله يا بابا ما عملت حاجه. امانه ايه ياما بس؟ انت جاي تفك وديعه؟ عم صابر يعني الامانه دي تبقى ناهد، وانا جاي اخطبها ان شاء الله يعني. وانت عرفت ناهد امتى؟ انت يا عم صابر ده انا ساكن قدامكم بقالي 25 سنة مش هعرفها ازاي. ما خدتش بالي منك خالص. مالكش طلة؟ والاستاذ شغال فين؟ في الكشافة؟ لا يا عمي ده انا ضابط امن. وانت ايه رايك يا ميدو في امكانياته ووضعه المادي شكله وطريقة كلامه؟ والله يا بابا اللي انا عارفه ان هو راقد له على قرشين كده. والقرشين دول يستروا اختك في الجواز؟ هو حتى لو ما حصلش احنا ممكن نقلبه في القرشين دول. تقلب ايه يا قليل؟ بهزر يا بابا بهزر والله بهزر. يلا ارجع. حاضر حاضر. عموما يا بابا احنا مش هنلاقي احسن من عزوز. مبدئيا انا ما عنديش مانع، بس ناخد راي نهدي الاول. ادوني فرصه افكر. Like
كل سنه وبنت حضرتك طيبه يا فندم. طال عمرك يا استاذ. اقدم لك نفسي طلعت عبد الله اكبر مشرفي معهد الكترونيات واللاسلكي مع رمزي يعني. طب ثانية واحدة. واضح ان حضرتك مش عارفني ولذلك سبتني ومشيت مع اني عرفتك بنفسي. انت عايز مني ايه يا رمزي؟ رمزي ايوه بابا رموزه كلم بابا بسرعه. اقدم لك الاستاذ طلعت. طب يا سيدي اعمل ايه يعني؟ انت شربنا. بابا شغلوا اي حاجه، رئيس مجلس الاداره، مدير الشركه، نائب مدير الشركه. ما تبنوا الشركه احسن. ايه الكلام ده؟ بقول لك ايه؟ كنت عليها بكره، استحمى كده، شكرا. مبروك مبروك. في ايه؟ طالما بابا عمل كده يبقى مش هتشتغل خالص. يسمع من بقك ربنا. شكرا يا مرموزه. بقينا عبيط ولا ايه؟ انا ميدو. كل سنة وانت طيبة. وانت طيب. نسيت اعرفك، ميدو صاحب رمزي. اهلا. اهلا اخوك. وائل البوي فريند بتاعي. وباباك يعرف الموضوع ده؟ لا طبعا.